السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دورت كثير من المواقع ما لقيت فكرة إطفاء المولدة اللي هي تشتغل على السلف. طبعا المولدة تكون بهالشكل هذا، تفتح هذا الكفر بدون ما تغير أي شيء ولا تلعب بالمولدة ولا راح تغير بها أي شيء. هذه مولدة أم السلف. طريقة التشغيل إنه ستارت وتفر بهذا الشكل يطفي المولد. الفكرة كلش بسيطة، ما تحتاج من عندك أي شيء. لو تلاحظ هنا هاي فيشة التشغيل، هذه فيشة التشغيل اللي هي مربوطة بمن بالسلف، طبعا سوى بحالة الاطفاء. الفكرة وما بيها انه بيها اربع بنات، هاي بنات التشغيل وهاي بنات الاطفاء. هذا اذا ضربته شورت هسا يبدي السلف يشتغل، وهذا اذا ضربته شورت راح يطفي المولدة. فالفكرة كلها هنا انه اني عن طريق هذين البنين راح اخذ وايرين من عندهن الى جهاز التحويل. هسه راح اسوي لك تجربه وراح اشغل لك المولده مباشره بدون السلف. هذا هو بنات السلف، هذه بنات السلف اللي هي على جهه اليمين. راح اشغل لك المولده. اريد اطفيها. هذا هو زر الاطفاء. بهيك حاله انا شو اسوي بدون ما احور وبدون ما اغير اي شيء وبدون ما اقطع الوايرات؟ اما ان افتح هذه الفيشه يعني واربط ويا الكلبسات مالتها، وهسه راح اسويها. طبعا انا راح افتح الكلبسه وراح اربط وايرين بالاخضر والاسود اللي هن مسؤولات عن اطفاء المولده. شغله كلش بسيطه، بدون تحوير وبدون تغيير اي شيء، وراح تبقى المولده على وضعها الطبيعي. وايضا تقدر تطفيها وتشغلها من السويتش بدون لا تقطع وايرات ولا تغير بالكومبوننت اي شيء. هسه راح افتح الفيش واربط بهن وايرين، اطلعهن واوديهن المن الى جهاز التحويل بالبيت، او تقدر تربط ريلي عن طريق الوطنيه. طبعا ريلي قريب من المولده، اذا اشتغلت الوطنيه راح يشتغل الريلي فيطفي المولده.